لا 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 لي تيجي هذا غادي نتمون يا ربي القيس اسمون الجماعات ميم زيد ميم قرن كل من قمان يسات خلاص كل العقوبة قال نتمو اختي كمية فرحنا من الدنيا اللي قيسي من الفضور دواء غاز دي من سي. بما أننا سنعيش معكم أحداث الثلاث أيام من الرمى فلا بأس عن التحدث عن الوجبات التي تنتظرنا كما تنتظر الحضور. يستفيد هنا الحضور من ثلاث وجبات مختلفة في اليوم. يبدأ اليوم بوجبة الفطور كأول وجبة في اليوم، لتنتهي الوجبات بوجبة العشاء في وقت متأخر من الليل. وبين الوجبتين وجبة رئيسية تسمى باللغة المحلية هنا بأجاز، والتي يتم التجمع حولها قبل صلاة العصر بحوالي ساعة من الزمن، ليترك المجال بعد الصلاة لحفل من نوع آخر بمفاهيم أخرى. عاد من السنوة عاد تسمق قول سوى منك منش 35 والطاجين والطاجين كيس كيلو الله بنت فيا هادي غير هاد الربعة هادي تكون مساء غلماكلة راه تشتان هاد الثور غير تتحرم ما غاتحرم إن شاء الله. وللتذكير فقط فإن المنظمين يستغلون كل وجبة في بيع ما جاد به زوار هذا الحدث من دقيق وزيت وسكر أو حتى الغنم، ولا يأخذون عن ذلك مقابلا سوى الدعاء لهم بمشاركة من كل الأفواه وقلوب كافة. يتم من خلاله جمع التبرعات وما جازت به الأيادي، أيادي السكان والمقربين طبعا، مع إلزام كل شخص ذكر دفع 50 درهما نقدا إن هو أراد الاستفادة. لا لا أخسر أخسر شجاع بس كل شيء بقى سجلنا أسمعك أنا أعترف بابي ولكن سجلك أي ذا هل بفعلك حش ولد مطلنا نسكر يا توقيت نرمات حاضر نغلقني يمكني وانا دير مشكل مع التوقيت تسنى اتخلص 2000 فرنك 400 دريليا انتو غادي نحن الآن في الحفل المنتظر وفي المرحلة المهمة جدا التحريض، ومن خلال هذه المرحلة يتم اختيار شباب رياضيين قادرين على حركات مسلية ليس بغرض الرياضة والتسلية فحسب، بل أيضا لحصد الأموال وجمعها. ركز بصاغه هرمياتني غير دولي ميت مشكل عاد ديك الساعه يتحرك كل اسكاز دولين ارتليخ 31 40 45 45 اللي تحرك ما كل لسان الا لسان الفوقيه اييه تسنطان اييه كل ديال تسنطان اللي ديوي تكتين القرط تكتين النكلاجات تكتين الضماء الخابوسن ذاك الميدن كل ديك اللي قوين ما ماك ارجيت تزواق نرت بينا اكورين وزال زوقان غنيم زوقن سباق بخير الزيرو اللي سكان متزول اللي باين متنا خطو الزوم ما ماساش تنفزو زعما ارت لو كل ديال اللي سيساهم صحافي كل ديال اللي سيساهم كي ترى تساهم في الكارتون السكوار خلص نوكورن بوكير افولوس الصدقات ومزين الفلوس كل ديال اللي سيساهم. نشهد وسيلة أخرى لجمع الأموال من المتبرعين، ولو أنها لا تختلف بكثير عن الوسائل والطرق الأخرى بقيادة شخص معروف له دراية مسبقة على أبناء المنطقة وزوارها، تبدأ الحكاية. حكاية مغزاها الحقيقي النشاط والفرجة. يختار المنشط لهذه الفقرة أشخاصا من الحضور فيقودهم
صوب رقعة على شكل حلبة صغيرة يلفها محربون متدربون كحراس على المنطقة، ولا يتم الخروج من هذه الحلبة المحاصرة إلا بدفع فدية من أحد أصدقاء الشخص المحاصر أو من طرف أقاربه أو حتى من الحضور ممن يحبون الإنقاذ وخبايا هذه اللعبة. وبإمكان شخص عادي متفرج إدخال شخص آخر إلى رقعة الميدان مقابل دفع ضمانات لإدخاله، والقصد هنا المسح وإشعال فتيل اللعب والنشاط والتحدي في جو تغمره الابتسامة ويسوده التلاحم. أنا فيك أصبح زاد عما يزفون والسلام على مرسلين سيدات مرمى نعمش يعني 200 210 220 يسلم لك النشاط يسلم ربي خير الحمد لله في ربي النشاط 40 وغامق أسرع الله. إما ما ممكن تسكن اختيرام تيرام من فوق كلها أطلب لأسغى سكر مش كنت تيرامات شتام نشتاك راس كرتيواس 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 الفضور الفضور لمنسي إما تشتاك الدم برك غدو عايد نرمى كتينا الدم محمد وبي الله يرحمه وليش دعو الدم برك عبد الله يتابعت الدم محمد وبد الله با وهو مهنا دايجو الدم برك عبد الله الدم برك عبد الله ياس من بيه اي الله يزغيك ما يدي قال ورتني يزغيك ريف لك اوه وانا كيسني كلامك ما سبين ضربك انا اتكدع واش كان قلت لها ما قلتش الورت ولا والو هاك سنك صدال ابن صف هاك الزيارات انا تاتي معايا دي تاون الزيارات اسن اتكدع ديال جاز وانا راه يزور اسن اتكدع سبب لله واللي تبقاين نغلقور مش ما سنت نرزوم ني تقول ديما مكاسات نارزوم كل ديال وين ديال نفس السخان كارطون السكوار يا عندنا هلا السخان لما من شفت مدن في الجيجن يا الكارطون السكوار شنو قال البيدون الزيت يكرو وين ديال لا وان شاء الله لا مزيان بارك سيدي والحساد يعني يانو وصافي يعني كل يوم يانو نفوس بارك وسيدي الحمد لله وحده والصلاه والسلام على مولانا رسول الله. الحمد لله ثلاث ايام راه دخلوا بالغرمال كل نهار دواقي كل نهار دواقي ان شاء الله عن الهدر تلقات نشتم الحمد لله وللي ما يخص الخير قلت انت كل يدار البيضاء كل ما قيسي الله يفكر بالخير. المناسبة نرمى ايا ارقسي التموني العدد قلت نمدن ارس التمون فرحن ارس التشيان خيرة قلت المنطقة ايت مازيرت ولا البراني كل تحضر. المهم ريت لي المقارة غير تجمي غير ريستمون كله الجمعات ميم الزين ولا ميم قر اريس سكان الكرات كرات الانواع الانترام الفضور دو غاز دي منسي. المهم من بعد صلاة العصر قلنا شنو مدنا غاز ريت لي المقارة تحرر الشباب كل لسان تيمر 6 مليل تحرر نرتزورنا مدنا ارتقال الخابوس اللي الخنجر اللي دا ارتبي كاسن لسني دوكان اقولنا تحرمنا ارتحيادنا داخت دوارنا بلا يدوكان بلا والو. المهم ارتلين الزيارات الا ما يزورن سبوكير الا ما يزورن سخمسة يطرون الزيت الا ما يزورن سبوكرن ارسكرن يت العادة. المهم ارتحرمنا ارتلي واللي الزعيم اللي سنسني تكلفنا ريتلي النائب نس. المهم غير نتكلفنا رستوين مدنغا غير الجمهور رستوين الصزوم اريت مثلا ريتلي انا غ العائله اريت لارزومي وليت ديال خط الزوم ار مثلا رستيني رزم خايك 5 يطرون الزيت ريمال 25 كيلو نقول مي غابوكير. وكان المهم الغرض غمايل باش الميزانيه انا نرمى التروج التخزنت رسنتين كني تخزنت هجي سيري العدد يقول نجي صروج الفلوس باش الاستعداد نسقوس الداخل نيمان ان شاء الله سقوس الداخل كان لقدام. المهم
قلنا داخل في الضن قلنا داخل سالان المسألة نتحري بدمان نرتلي قلنا الشيء من سر تفوق سيس الشباب أني غير دولي ميت أرداخل تحواشن يفكر بين النظم يفكر بين النشاط أرداخل تفوق الحلوات د القهواني غاتاي ارتفوق سوسيس فرجنا مدنا المهم الخيرات ريزراي بخير وعلى خير قديمة ديما